حصتنا لهذا اليوم سوف نقوم بتقديم درس يرم بالأساس إلى تصحيح تمرين ضمن مجال الجهاز العصبي الذي يندرج ضمن امتحان الجهوي الموحد لجهة الرباط سلا زمور زعير لدورة يونيو 2014. إذن على بركة الله سوف ننتقل إلى المعطيات. إذن أولا في بداية التمرين لابد لنا أن نركز على بداية أو المعطيات الأولية للتمرين. إذن يعتبر الإنعكاس الشوكي رد فعل لا إرادي يمكن الجسم من التكيف مع المنبهات الصادرة من المحيط. لتحديد مسار السيالة العصبية الحسية والحركية خلال الإنعكاس الشوكي أنجزت مجموعة من التجارب الآتية على ضفادع مخربة الدماغ، ونقصد بضفادع مخربة الدماغ أي أزيلة أو أنها ضفدعة شوكية. تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولية للتمرين لابد لنا من استغلالها جيدا واستخراج المعلومات التي قد تفيدنا في الإجابة على بعض الأسئلة. إذن ننتقل مباشرة إلى التجارب. إذن التجربة الأولى ما الذي قمنا به؟ قمنا بغمر نهاية الطرف الخلفي الأيمن لضفدعة في محلول حمضي مخفف. النتيجة الملاحظة تني الطرف الخلفي الأيمن. التجربة الثانية قمنا بتخريب النخاع الشوكي ثم غمر نهاية الطرف الخلفي الأيمن في محلول حمضي. النتيجة الملاحظة عدم تني الطرف الخلفي الأيمن. التجربة الثالثة قمنا بقطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيج جزئه المركزي بواسطة تيار كهربائي. النتيجة الملاحظة في هذه التجربة نلاحظ تني الطرف الخلفي الأيسر. التجربة الرابعة قمنا بقطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيج جزئه المحيطي بواسطة تيار كهربائي، والنتيجة الملاحظة هي تني الطرف الخلفي الأيمن. إذن ننتقل إلى السؤال الأول، استخرج من المعطيات التجريبية طبيعة المهيجات المستعملة. إذن بطبيعة الحال أشاروا لنا إلى ذكر المهيج الأول والمهيج الثاني. إذن سوف ننتقل إلى التجارب ونحاول استخراج نوعي المهيجين المستعملين. إذن في التجربة الأولى قمنا بغمر نهاية الطرف الخلفي الأيمن لضفدعة في محلول حمضي، وبالتالي لدينا كمهيج أول هو محلول حمضي. في التجربة الثانية قمنا بتخريب النخاع الشوكي ثم غمر نهاية الطرف الخلفي الأيمن في محلول حمضي. إذن استعملنا أيضا محلول حمضي. إذن مهيج، إذن في التجربة الأولى والثانية المهيج المستعمل هو المحلول الحمضي أو مهيج كيميائي ذو طبيعة كيميائية. في التجربة الثالثة قمنا بقطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيجه بماذا؟ بواسطة تيار كهربائي. والتجربة الأخيرة قمنا بقطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيج جزئه المحيط بواسطة ماذا؟ بواسطة تيار كهربائي. إذن في التجربة الثالثة والرابعة استعملنا التيار الكهربائي للتهيج، أما في التجربة الأولى والثانية استعملنا المحلول الحمضي. إذن لدينا منبهين أو مهيجين، الأول هو مهيج كيميائي يتجلى في المحلول الحمضي، والثاني يتجلى في التيار الكهربائي، إذن هو عبارة عن مهيج كهربائي. إذن الإجابات سوف تكون على الشكل التالي، المهيج الأول كيميائي أو محلول حمضي، والمهيج الثاني هو كهربائي أو التيار الكهربائي، وكلتا الإجابتين صحيحة، إما ذكر كيميائي أو محلول حمضي أو ذكر كهربائي أو تيار الكهربائي. إذن نمر مباشرة
إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: باستثمار معطيات التجربتين الأولى والثانية، بين أن النخاع الشوكي ضروري لماذا لحدوث الانعكاس الشوكي. إذن سوف نستغل معطيات الوثيقة الأولى والمعطيات الوثيقة الثانية لاستخراج ماذا ضرورة النخاع الشوكي في الانعكاس الشوكي. إذن تجدر الإشارة إلى أن هذه الضفادع الوجه الذي يشير إلينا هو الوجه البطن وليس الظهر، وبالتالي فإن الرجل اليمنى هي التي في هذا الطرف والرجل اليسرى هي التي في هذا الطرف. إذن التجربة الأولى قمنا بغمر نهاية الطرف الخلفي الأيمن لضفدع في محلول حمضي مخفف. النتيجة الملاحظة هي ثاني الطرف الخلفي الأيمن. إذن التجربة الأولى هي تجربة شاهدة، أي أن الضفدع لم نخضعها لقطع أو لأي تخريب. في حين التجربة الثانية قمنا بنفس التجربة الأولى، لكن الاختلاف البسيط أو الذي يلاحظ أنه قمنا بتخريب النخاع الشوكي. في النتائج حصلنا على نتائج مختلفة، أي عدم تني الطرف الخلفي الأيمن. إذن عدم تني الطرف الخلفي الأيمن على عكس التجربة الأولى، ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى تخريب النخاع الشوكي، وبالتالي نقول أن النخاع الشوكي ضروري لحدوث الانعكاس الشوكي. إذن عناصر الإجابة سوف تكون على الشكل التالي. في التجربة الأولى هي عبارة عن تجربة شاهدة، يؤدي تهيج نهاية الطرف الخلفي الأيمن إلى حركة التني أو حدوث التني. في التجربة الثانية يلاحظ غياب حركة تني الطرف الخلفي الأيمن نتيجة تخريب النخاع الشوكي، وذلك مقارنة بالتجربة الشاهدة. إذن ما الذي يمكن استنتاجه من خلال هذين التجربتين؟ أن النخاع الشوكي ضروري لحدوث الانعكاس الشوكي. إذن نمر بعد ذلك إلى السؤال الثالث أو الموالي. استنتج من نتائج التجربتين الرابعة والخامسة نوعي الألياف العصبية المكونة للعصب الورقي مع تعليل إجابتك. إذن سوف نحاول أن ننظر أو نلاحظ التجربتين ونحاول استخراج نوعي الألياف العصبية. إذن في التجربة الثالثة ماذا لدينا؟ لدينا قطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيج جسيه المركزي بواسطة تيار كهربائي. النتيجة الملاحظة هي تني الطرف الخلفي الأيسر. إذا كما تلاحظون فإننا قمنا بتهيج الجزء المركزي للعصب الورقي الموجود في الطرف الأيمن، لكن الاستجابة لم تحدث على مستوى الطرف الأيمن وإنما على مستوى الطرف الأيسر، بماذا يفسر ذلك؟ يفسر ذلك أنه عند حدوث التهيج ما الذي حدث؟ نشأت سيالة عصبية حسية. هذه السيالة العصبية الحسية انتقلت بطبيعة الحال عبر ألياف عصبية حسية ثم اتجهت نحو المركز العصبي الذي هو النخاع الشوكي، يتم تحويلها إلى سيالة عصبية حركية لتمر مباشرة إلى ماذا؟ إلى المستجيب الذي يتمثل في ماذا؟ في العضلات المكونة للطرف الأيسر. إذن التجربة الأولى نستخلص أن أنواع الألياف العصبية المكونة للعصب، ولكن نتحدث عن ألياف حسية. التجربة الرابعة قمنا بقطع العصب الورقي الأيمن ثم تهيج جزئه المحيط بواسطة تيار كهربائي. إذن ما الذي لاحظناه في هذه التجربة؟ عند تهيج
الجزء المحيطي بواسطة التيار الكهربائي حدثت الاستجابة في نفس الطرف على عكس التجربة الأولى، إذن على مستوى الطرف الأيمن، وبالتالي فإن الذي حدث هو أنه تكونت لدينا سيالة عصبية حركية مما أدى إلى مرورها عبر الألياف العصبية الحركية نحو المستجيب الحركي الذي هو العضلة المكونة للطرف الخلفي. إذن عناصر الأجوبة سوف تكون على الشكل التالي. في التجربة الثالثة يلاحظ تنيو الطرف الخلفي الأيسر نتيجة تهيج الجزء المركزي للعصب الورقي. بماذا يفسر ذلك؟ يفسر ذلك بأن هذا العصب يحتوي على ألياف عصبية حسية، بطبيعة الحال تقوم بنقل السيالة العصبية الحسية. في التجربة الرابعة يلاحظ تني الطرف الخلفي الأيمن نتيجة تهيج الجزء المحيطي للعصب الورقي. إذن التعليل أو التفسير، يحتوي هذا العصب على ألياف عصبية حركية، بطبيعة الحال تقوم بنقل السيالة العصبية الحركية. إذن بعد ذلك سوف ننتقل إلى السؤال الرابع. لدينا وثيقة أخرى، إذن يمثل الرسم التخطيطي جانبه العناصر المتدخلة في الانعكاس الشوكي عند الضفدع. إذن بطبيعة الحال الوثيقة على هذا الشكل. إذن لدينا الطرف الذي قام بالتني والذي تم تهيجه، لدينا أيضا عصب ورقي، جذر خلفي، جذر أمامي، لدينا نخاع شوكي، ولدينا بطبيعة الحال العضلة. إذن السؤال في ماذا يتجلى؟ اعتمادا على نتائج التجارب السابقة، إذن باستغلالك لنتائج التجارب السابقة ومعلوماتك التي اكتسبتها، أتمم الرسم التخطيطي بوضع أسهم تبين مسار السيالة العصبية للإنعكاس الشوكي. الملاحظ عند هذه الضفدعة بطبيعة الحال في التجربة الأولى. إذن سوف نحاول تحديد مسار السيالة العصبية خلال هذا النشاط العصبي. إذن أولا قمنا بتهيج الطرف أو الرجل اليمنى. إذن ما الذي حدث؟ سوف تنشو سيالة عصبية حسية على مستوى المستقبلات المكونة للجلد. هذه السيالة العصبية سوف تنتقل عبر الألياف العصبية الحسية في اتجاه المركز العصبي. بعد ذلك ماذا؟ سوف تمر أو تحول أولا إلى سيالة عصبية حركية، تنتقل بعد ذلك عبر الألياف العصبية الحركية في اتجاه المستجيب العضلي الذي هو ماذا؟ هو العضلة. إذن في الإجابة يجب التركيز على تحديد مسارين أساسيين. إذن يمكن الإجابة على هذا السؤال بتحديد فقط سهمين. السهم الأول يمثل مسار السيالة العصبية الحسية، والسهم الثاني يمثل مسار السيالة العصبية الحركية. إذن نمر إلى السؤال الموالي. ب لخص في شكل نص مراحل حدوث الانعكاس الشوكي عند الضفدعة المستعملة في التجربة الأولى. إذن نستغل نفس الوثيقة بطبيعة الحال ونحاول استخراج مراحل حدوث الانعكاس الشوكي. إذن لتحديد مراحل حدوث الانعكاس الشوكي لابد لنا أن نشير إلى الأعضاء المتدخلة ودور كل عضو. إذن أولا سوف نبدأ بالإهاجة. بطبيعة الحال تمت إهاجة كيميائية، وبالتالي تم استقبال هذه الإهاجة من طرف مستقبلات حسية متواجدة على مستوى الجلد. بطبيعة الحال يعتبر الجلد في هذه الحالة مستقبل
حسي. إذن أول عضو متدخل هو الجلد باعتباره مستقبل حسي. إذن تم استقبال هذه الإهاجة من طرف المستقبلات الحسية ونشوء سيالة عصبية حسية. بعد ذلك هذه السيالة العصبية الحسية سوف تنتقل عبر الألياف العصبية الحسية باتجاه المركز العصبي. في هذه الحالة المركز العصبي هو ماذا؟ هو النخاع الشوكي. على مستوى النخاع الشوكي سوف يتم تحويل السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية، تمر عبر الألياف العصبية الحركية باتجاه المستجيب الحركي الذي هو في هذه الحالة العضلة. وعند وصول السيالة العصبية الحركية للمستجيب الذي هو العضلة تتقلص العضلة وبالتالي حدوث حركة ثاني الطرف الأيمن. إذن عناصر الإجابة يجب أن تتضمن المكونات التالية. أولاً تهيج الجلد باعتباره ماذا؟ باعتباره المستقبل حسي ونشوء سيالة عصبية حسية. ثانياً نقل هذه السيالة بواسطة ألياف عصبية حسية للعصب الوركي. ثالثاً تحويلها أي هذه السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية على مستوى ماذا؟ على مستوى المركز العصبي، في هذه الحالة هو النخاع الشوكي. رابعاً نقل هذه السيالة بواسطة الألياف العصبية الحركية للعصب الوركي. وأخيراً تقلص عضلات الطرف الأيسر وبالتالي حدوث حركة التني. وشكراً.